إنها رحلة بين الحياة والموت، هذا ما يؤكده نظير عثمان المهاجر الذي غادر غانا قبل أشهر وعبر للتو غابة داريان بين كولومبيا وبنما في طريقه إلى الولايات المتحدة. بات مئات يواجهون مخاطر الغابة وجائحة كورونا لعبور الحدود التي تمتد على 266 كيلومترا بين البلدين. الرحلة إلى غابة داريين كانت تجربة مهولة، لا أريد أن أكررها أبدا طوال حياتي. أنا لست مع عائلتي، أنا مع أصدقائي. لم تكن سهلة أبدا. إنها رحلة بين الحياة والموت. ورغم العقبات والمخاطر، لا يزال يسلك غابة داريان مهاجرون يحلمون ببلوغ الولايات المتحدة لحياة أفضل، وتتوقع سلطات بنما تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين. وعبر أكثر من 47 ألف شخص غابة داريان منذ العام 2017، لكن الأرقام تتراجع بالنسبة لعام 2020، إذ باتت أقل من 6500 مهاجر بسبب جائحة كورونا وفقا للأرقام الرسمية. لقي ثلاثة منا حتفهم، وقعوا عندما كنا نتسلق الجبال، وقعوا وماتوا على الفور، رجلان وامرأة. خلال أربع سنوات عبر أكثر من 6200 طفل غابة داريان، والأعداد تزداد. في العام 2017 كان 1% من المهاجرين قاصرين، لكن في العام 2020 بات 25%، ونصفهم دون 25 من العمر.